كابتن فتحي كابتن ماهر، جالنا 64,000 وشويه تعليق على موضوع سان داونز ده، فهو احنا عايزين برضو دايما نشارك الجمهور معانا. احنا عملنا ايه؟ ودكتور محمد دلوقتي برضو بيقول لي على الهوا ان احنا من خلال ملعب الاهلي خلال المباريات القادمه ان شاء الله، انا عايز حضراتكم تبعتوا لنا، حضرتك تلم مجموعه من اصحابك او انت لوحدك او مجموعه مع اصحابك اخواتك بتاع، وتعملوا فيديوهات تشجيع للنادي الاهلي، تشجيع للنادي الاهلي، واحسن خمس فيديوهات، احسن خمس فيديوهات، ابعتوا لنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك، ابعتوا لنا صفحتنا على الفيسبوك وقولوا او ابعتوا كل هذه الفيديوهات على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي اللي امام حضراتكم على الفيسبوك، وهنقول اداره القناه. طيب حاضر حاضر. و احسن خمس فيديوهات حضراتكم هتبقى، هنختار احسن خمس فيديوهات من انا متخيل مثلا هيجي قد ايه يا كابتن عادل؟ هيجي كام فيديو مثلا من وجهه نظرك؟ شوف، طالما تجربه التيشيرتات نجحت بالرقم ده اعتقد هتتضاعف. اه ايه رايك؟ هيبقى فيها هيبقى فيها صاحب الفكره مين دي؟ هتبقى تضاعف. نعم، اداره القناه، الجمهور، اداره الدكتور محمد العادل، الفنان اللي قلت على الجمهور. لما قلت نعملها للجمهور كلنا اتفقنا مع بعض. كنت انتوا لوحدكم يعني؟ اه طبعا. طب خلاص، مش انت. وبالتالي وبالتالي خمس فيديوهات زي ما قلت لحضراتكم هنختار. انا متخيل ان هيجي لنا عدد كبير جدا من الفيديوهات وحضرتك بتشجع النادي الاهلي، ممكن تكون رايح بالمناسبه اي مكان، قاعدين في قهوه انت واصحابك وبتاع، اعملوا لنا الفيديوهات دي وابعتوها لنا. مش اقل من 50,000. نعم، مش اقل من 50,000. يا نهار ابيض، هتبقى كتير قوي. طب انا قلت كده، هنشوف الرقم ده. مش اقل من 50,000. مش اقل من 50,000. طيب، وخصوصا بكره ان شاء الله لما ربنا يكرم النادي الاهلي، ال 50,000 دي ممكن تتضاعف. طيب، هنستنى الفيديوهات بتاعت حضراتكم، ابعتوا لنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، لان انا معايا تليفون مهم جدا 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 في هذا التوقيت. هنقول دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم، ابعتوا لنا وهنختار خمس فيديوهات. ايه الجائزه بقى؟ 10 تذاكر. 10 تذاكر موزعه عن كل فيديو هياخد تذكرتين. يعني هم خمس فيديوهات، كل فيديو اجمل خمس فيديوهات، كل فيديو هياخد تذكرتين يروح بيهم مباراه ان شاء الله، المباراه مباراه الاهلي وسان داونز اللي هتكون هنا ان شاء الله في مصر.